قول لي يا متولي، تحب تكسب 50,000 دينار؟ قول لي انت يا ابلة يا جعفر، ايه الطريقة اللي هكسب بيها 50,000 دينار علشان اقدر اسمع؟ الامير عز الدين له ثقة فيك؟ عمياء. ليه بقى؟ تقرب له؟ يعني اصل الثقة كبيرة اوي. منين؟ في واحد من تجار الشام جه زارني، قسيت له معروف فحب يردني الجميل. دي حاجة حلوة أوي. دلوقتي بقى يا متولي أقدر أقول لك إزاي هتقبض 50,000 دينار. إزاي؟ تسلمني الصكوك اللي عند الأمير، هسلمك مبلغ 50,000 دينار. ما سلمتكش المبلغ ما سلميش الصكوك. معقول؟ بس يعني ازاي اسلمك صكوك؟ الله، انت مش بتقول انك عارف المكان اللي الامير شايلهم فيه؟ ايوه، بس يجايزني الامير يشوفني. لا تخافش، مش هيشوفك. بتولي الليلة انا لازم احصل على الصكوك عشان انت كمان تحصل على 50,000 دينار. اوعى تتردد يا متولي، الامير كلها يومين وهيودع، اما المبلغ هو اللي هيفضل لك طول العمر. شر من احسنت اليه. يا ترى جعفر هيعمل ايه لما يكتشف ان الصكوك اللي خدها متولي كلها مزيفه؟ الجزاء دايما من جنس العمل. الحقوني الحقوني. كنت عارف كل شيء. كل شيء؟ ايوه، تركت العدالة الالهية تقتص منك. القاتل ده يقتلني وتقول لي عدالة؟ ما تكفرش يا متولي، ربنا اداك نعم الدنيا كلها، الصحة والمال والأصدقاء. عملت بيهم إيه؟ الأصدقاء خنتهم، والمال استعملته في الربا الفاحش، وبالرغم من كده كانت رحمته واسعة، بعت لك عابر سبيل، اداك جوهرة تساوي ثروة، ما ملتش عينيك الفارغة، الطمع خلاك تنسى كل نعم الله وتعتدي على الإيد اللي أحسنت إليك. وعرفت ده كله منين؟ أنت مين؟ أنا الماضي يا متولي، أنا الماضي اللي ما ماتش. شفتك، أنت عابر السبيل. انظر لأبعد من كده يا متولي، استعيد ذكرياتك الأولى. أنت أنا حسن الهلالي. حسن الهلالي؟ أيوه، حسن الهلالي. حسن الهلالي اللي أراد ربنا إنه يخرج من سجنه ويشوفك بعينيه وأنت بتدفع ثمن ذنوبك. لكن حسن الهلالي هيكون أكرم منك، هيبتهل إلى الله إنه يصفع عنك ويغفر لك ذنوبك. الأول محدش على فكرة. لا، أمال مالك مطالب ليه؟ ما دام مفيش أي دليل عليك ما تديش الموضوع أي أهمية. افرض متولي ما ماتش، بكرة الصبح هنعرف كل حاجة. إذا شمينا ريحة خبر كده ولا كده تبقى ساعتها تهرب. بلاد الله واسعة. أنا آسف جدا يا سمو الأمير لما حدث، وأعدك بالقبض على جعفر. أرجو أن يتم ذلك سريعا حتى لا يخيب ظني في عدالتكم. لابد من العدالة في سندستان أسرع وأضمن. بتطبقوا أي قانون؟ القانون الأزلي، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.
بالشكل ده لازم في ناس كتير بيهربوا من العداله. لغايه دلوقتي لم يتمكن احد من الهروب. قول لي يا سمو الامير، انت ليك اعداء؟ اتنين، الزمن والمسافه، ولسه ما هزمونيش. اما الناس اللي بتسموهم اعداء فانا لا اخشاهم ابدا، لان لكل منهم ماضي يحاول ان يخفيه، وما علي الا ان انبش هذا الماضي لكي اجعله تحت رحمتي. وانت يا سمو الامير مالكش ماضي يا ترى؟ ليا، لكن ماضيك كالقبر المغلق اللي يفتحه لا يجد الا الموت. على كده انت لا تخشى احد؟ انا لا اخشى الا الله. انا معجب جدا بسموك، واعجابي بسموك ده بيخليني ابحث في ذاكرتي عن المكان اللي تقابلنا فيه. ابحث يا سيد بدران. ابحث، واللي يبحث لازم يلاقي، وارجو انك تلاقي جعفر. حتى لا يخيب ظني في عدالتكم. يا نور سيدي، نور سيدي، جعفر هيحاول الهرب باللحظه والثانيه، عاوزك تراقبه من بعيد وتدي خبر لغراب عن طريق سيره. امر سيدي. جعفر وقع في الفخ. الدور على مين بعده؟ الدور عليك يلا. اصله معذور اليومين دول، باله مشغول. تعال يا حبيبي. انت بحرها اطمئن، شفت انت نمت ولا لسه؟ ما شفتنيش.